اكو حوالي 6 ملايين او ما اعرف الرقم بالضبط، ما يحضرني، بس اكو عدد ضخم من البطاقات مكتمله لكن المواطن ما جاي ياخذها. زين ليش؟ اذا هذا عزوف لو مو عزوف؟ انا اجي ازيد الطين بله اقول له لا والله انا ما عاجبني اسوي الانتخابات ب 18 11 خلا اسويها بالشهر الرابع، هذه كارثه. ليش كارثه؟ لان هو يدور عليك حجه، هو مترصد لك انه انت هل فعلا ماضي بانه مصالحك عفتها باتجاه مصالحه هو؟ لان هو يريد مصالحه، المواطن من حقه صار له 20 سنه ينتظر، يقول ايش وقت ذولا يعقلون ويشتغلون بالوتيره الصحيحه انه الانا مالتهم خلي يعطونا 25% ويعطونا 75%، لحد الان هذه النسبه ما موجوده، المواطن جاي يحس بدت، لكن هذا الاحساس اذا سوينا هاي الفقره ما راح يستمر، راح ينكسر. انت لازم تستمر بانه انت تكون مقنع، وتستمر بانه انت تتنازل وتاثر المواطن على نفسك، بالتالي هذه ما موجوده بعمل التاجيل، هذا واحد. اثنين يا اخوان، عمليه مشاركه التيار الصدري مهمه، فعلا مهمه. ليش؟ لان انت هذول من راح يمثلهم بمجالس المحافظات؟ هذا طيف مهم.